لله. اخبارك؟ اللهم لك الحمد. فين غبرتي يا اختي؟ غير في الدنيا وفي الجزر الله يحفظ. شهر هذا ما ارتحيت. وليك لاباس اش وقع؟ من بعد ونحكي لك قصه طويله. لا لا يا اختي غادي يضرني راسي لخصي وقولي لي. ايوا حلي ودينتك وسمعيني. يلا. الا كنتو بالله يا اختي يا كنزه غادي نمشي لطاليان. ويلي ويلي ويلي. عندك تخرجها مع فمك وتقولي لها شي حد. قولي يا اختي الله يكمل عليك بالخير مبروك عليك. الله يبارك فيك. دابا باقا خصني نطلع غير الفيزا. شوفي سعداتك يا اختي. نصبت انا كنسها هي سيدي ربي ومشيت يا اختي غبرت من هنايا. لا واه لا واه انت ماشي بحالها حبيبه. عندك الوالده ديالك خصك تقفي معاها وتكوني معاها. ما عندها حد مسكينه من غيرك. حياني يا اختي زهور. ما انا خصها المقابله والمقابله كتكون بالفلوس. حتى انت ما عندك زهر. نهار لقيتي دوك الفرنساويين وخدمتي معاهم كنتي معززه مكرمه. حتى مشاو خلاوك. كانوا يا اختي الله يعمر هذا مغليين فيا بالفلوس وبالمقابله وبالاحترام والتقدير. ايه واش غدير؟ حتى دابا ما تقطع رزق من الدنيا ونجي تبارك الله حادقه وقويده. ان شاء الله ما يكون غير خير. لقيتيني دير دابا مع شي ناس غادي نمشي نشوف الا عجبوني راه غادي نقدر نخدم معاهم. معلوم تقبلي توكلي على الله وضربي حديد ما حدو سخون. وعينك ميزانك. يلا خليتك على خير. شوفي ما تنسيش تعلميني شنو درتي. يعطيك الصحه. معلوم نعلمك. دعي معايا اختي يا كنزه. ربي سهل ويفتح البيبان. يلا خليك على الوالده. سلم عليك الخير. والله اختي لديك البنت عندك ما سهلاش مع راسها. ولا واه انا بنتي على قد الحال. كيفاش على قد الحال؟ والسيده باغيه تبقى تمشي في السبعه وما تباتش وفوق هادشي كامل طالبه 2000 درهم وعلى قد الحال. لا 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 واش بزاف. اش غنقول لك تبارك الله وصلنا النبي عليها راه قد فمها قد دراعها. والله يا بنيتي من حدك وشفتي هذوك النصارى اللي كانت خدامه عندهم واش كانوا دايرين عليها. شوفي يا لالا غير كوني هانيه. هاد البنت راها معقوله وما غاداش تحشم بيك. ايوا الله يا ربي امين. السلام عليكم. وعليكم السلام. تمنيت يا بنتي يا كنزه غير شي نهار نشوفك معطله. انا خالتي الفايقه هذاك النهار عمرك حلمتي به. تي سي عندي انا لور سالور. واخا تلقيت زهور وديتو جبت انا وياها في الكلام ولكن عرفتكم جايين 11 داكشي علاش درت في حسابكم. زهور لا لا شي قضيه هادي بالحق. والله ما نمشي حتى نعرف شنو كاين ولا راه غادي نولي الناعسه ماشي الفايقه. المهم هادي مراصده اللي غتخدمي عندها سميه. ايوا انا جيت غنرسي معكم على الوقت. واش غنقول لك بنيتي ها هي قدامك هي مولات الري هي مولات الشوار. فالحق الشروط ديالك جاوني كثيره ولكن مني شكرتك لالا الفايقه ما كاين مشكل. ايوا لالا لا يحشمنا الله يجيبنا في الصواب. يا ربي امين. ايوا وقتاش نبداو ان شاء الله؟ كون فو فولي. نقولوا غدا؟ وي دوما اساتور نكون عندك. غير وكان ممكن تخلي لي لادريس. ان شاء الله غتوصلك عندي لالا الفايقه راه كتعرف الدار. غير كوني هانيه انا غدا نجيبها لك حتى لباب الدار. ايوا لالا خليتكم على خير فهاد الساعه. سمحوا لي خصني نمشي حيت راجلي كاعين. يلا بسلامة عليكم. بسلامة لالا. الله يوصلك على خير. واش درتي مع البنت؟ صافي راه رصيت معاه باينه متبته وبعقلها. وعلى ربي الله يسهل فيها. ولكن مازال شاده في الشروط ديالها 2000 درهم في الشهر وتخرج مع السبعه د العشيه وكتاكد كتاكد على نار الحد يبقى ديالك. يا لالا شوفي الا انت قابله على الشروط ديالها هو هذاك. ما قابلاش عليهم انا نمشي للباب نجيب اختي السته. نجيبها خليها نقول لك وحده نجيب اختي السته ديالي تعاودها ديالها. لا 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 والله لا الملاقات مع هذه السيده ولا ذاك جانا من الكحله ديال اختك. بالحق عندك الحق. الثقة حسن شوفي إذا كانت حادقة وبدراعها كي قالت لك سميتها؟ الفايقة. ها؟ الفايقة. الفايقة راه عايزة بحال هكا. فكرتيني بغيت لك السلام. شوفي دابا يلا نمشيو راه باقي تابعين الشغل. يلا. باقي ما وجدتيش؟ يلا دغيا الفطور كيبرد. اجي
خدامه؟ اه جات. الحمد لله يا سيدي يا ربي، لقيت هنا بعدا من هاد الروينه اللي عايشين في هاد الدار. جات في الصباح بكري في الوقت ديالها. الصباح كانت هنا؟ في السبعه الصباح وجدت الفطور. وجدت الفطور كاع؟ وجدت الفطور على حقه وطريقه. اه. ما شتي والو. بونجور اسيدي. بونجور. جو ميكسكيوز غير بغيت نقول لكم باش تخليو ليا تصبين نتلقاو موجود ان شاء الله مور الظهر. لا صافي تصبي راه واش تخليته لك. شوفي سميه عندك تنسي ما تعطيها حوايج ديالي راهما في المليون. صافي. وحاجه اخرى الله يخليك اسكو فو بوفي مو ليسي لا ليست ديال الماكله اللي بغيتو تاكلو باش انا نصاوب لكم الغدا والعشاء او ميم طون. الغدا والعشاء في او ميم طون. حيت تفهمنا انها تبقى تمشي في السبعه العشيه بحالها. وي اعتذر نسيت ما كاينش مشكل. شوفي غتلقي الوريقه ديال الماكله فوق الثلاجه والصبين راه في الحمام. اوكي ميرسي بون ابيتي. بارك الله فيك. يلا الفطور كيبدا. ايوا هذه خدامه المعقول معتبره وبين عليها جديه. ايوا شتي شتي الاختيار ديالي لهذا النوع؟ لا تبارك الله على العايقه. الفايقه ماشي العايقه عندك شنو تقول وحده؟ وبحال بحال العايقه الفايقه المهم دبرات لك على خدامه 5 طوال. العايقه خدامه 5 طوال بصح بغات تبقى هكا ما تبدلش. هي اللي الا بقات في سباقتها راه ما غيخصها معنا حتى خير. بصح حيت حنا كنتكرف سمي ما كتكونش الخدامه. اجي شتا قالت لك خلي لي الورقه مكتوبه فوق الثلاجه زعما غتكون قاريه. اه في اخبارك عندها الاجازه هادي. اي تبغي اتاي ولا قهوه؟ اتاي الحليب. هي خدامة. صباح الخير سيدي. صباح الخير. صباح الخير الشريفة. سلام. أنا سميتي كنزة. كنزة القصة. شو بنتي يا كنزة؟ بغينا نفطروا أولا نصابوا راسي. لا شريفة حاشا أنا هنا باش نوجدك ما تاكلي غير وكان مدام سمية ما قلت ليش باش كتفطروا. ليه جبتي لنا هو هذاك واخا؟ واخا سيدي. يلا. ولالا كلكا غالطيخ هادو بداو معايا قاصح من النهار الاول. يا رب تخرج على خير. الله يربك يا مسهل. سيت هادي ما قلتلهاش حتى شنو موجود انا في الفطور. يا شكون عرف اش دير؟ اجي هاديكا. وي سيدي شي حاجه على الخاطر؟ اش دايره لنا في الفطور؟ بون كاين زبده كاين كونفيتور كاين باريزيان كاين دي بتي بان باش نسخنهم لكم ونصاوب لكم اتاي ولا قهوه. اتاي 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 الله يحن الله.
حتى صحات صحات صحاب عند راسك اخويا، مالنا حنا راكدين السبيطار. ايوا الشريف هادشي اللي كاين، وهادشي مشكل ترسي حسان ومدام سميه. الله يستر. على ما عندكم ملوي، ما كاين مطبوط، ما كاين. لا الشريف هادشي ما كنصاوبوش في الدار، الا بغيناه كنجيبو هوايج من الزنقه. اها ايه وعرفتي اش غديري شريفتي؟ نعم اسيدي. وسيري كولي. اسمحوا لي. ايه الطير حنا ما عجبيناش كنخلعو. ما عجبيناش وراه الفلطه ماشي ديالها هي، الفلطه ديال ولدك. عييت معاه تقول لي جيبك اختك السعديه تقابلك ما بغاش. ماشي منو، من شني ولا ديال مرتو. ما كون اكد عليا على اختك وجات من غدا ما لهنايا، كون حتى هي دبرت على شي راجل مديني وتعيش هكا داك الشرفيع. اصفيه اصفيه الله يهديك، الناس ديال المدينه تيبغيو بنت بحال هاد الخدامه، ماشي بحال بنتك. لا كانا لا تربيه مكوكده. صافي صافي، اش قلتي انت باها؟ ما خليتي الناس ما يقولوا. صافي خلي بنتي حدايا الله يرحم باك، هي كتعرف ليا وانا كنعرف ليها، فاهمين؟ عرفتي اش غديري؟ الا تقعدي نمشيو للسوق تاع المدينه، راه كاين واحد الراجل تما تيصايب شي فطور ديال البلاد. يلاه هنود. يلاه تقعدي تحركي. شويه عليا. الغادة. ديموا داك النهار جي سونت كلكو شوز كين فابا، اشنو بينك وبين خالتي الفايقه؟ على زعما ما كتعرفيهاش؟ راه هذيك ملي كتفوت شي خبار في الحومه كتبغي الله يحفظ السطه، ما كتعرفيش المرض ديالها زعما؟ مي نو انتي لا كونيسا في لونطون صاحبتي. دابا قولي لي شنو درتي في الوراق هما المهمين؟ ما بقى لي والو، ناخذ الفيزا والورقه ديال الطياره راني حجزتها، وهذاك النهار جاب لي السيد الوريقات حتى لعندي للدار من السفاره. سعداتك يا لاله. صافي سخيتي غادي تمشي؟ كون شفتي اختي كيفاش نمشيو اونصومبل. والله القسم يا اختي يا كنزه لا كنفكر فيك، غير نوصل ان شاء الله ورصي الامور ديالي انت الاولى نعيط ليك. بارك الله فيك، عارفه اللي كاين. قولي لي بعدا كلشي صوبتي هو هذاك في امان الله، تي غاماسي لي زافير؟ كلشي في امان الله، ولكن باقي عندي واحد المشكل. ياك مع الكونسوله؟ لا لا لا، مع القنصليه كلشي وجدتو. ايوا الحمد لله. غير وكان باقي خاصني شي شويه ديال الفلوس باش نشري شي حويجات ونخلي شي شويه المصروف للوالده، على بان ان شاء الله ما نمشيو ناخذ تسبيق مع دوك الناس. الفلوس الفلوس يا اختي زهر هما المشكله الكبيره، ولكن قولي لي واش خاصك شي مونطون كبير؟ ماشي بزاف، واحد 5000 درهم. 5000 درهم؟ والله يا اختي ما عندي ولا نكسبها. عرفتي اش غادي نديرو؟ نعم. جو بو تبخيتي 2500 هي اللي عندي. ربي يخليك يا اختي يا كنزه، ربي يخليك، هاكا يكونوا بنات الناس والا فالا، كاع ما كنت ضانها فيك. عرفتي يا كنزه، غير نوصل ان شاء الله نصيفطهم لاختي. شوفي المهم هو تمشي وتجيب السلامه، هذا هو الفضل. ربي يخليك. يلا شربي شربي خليك لي. ربي يخليك ليا. زهر فين كنتي غابره؟ غير في الدنيا خالتي ام هاني. على ما قالت لك والو كنزه؟ وليش غادي نقول ليها؟ ما قلت ليها والو، تسهل سيدي ربي تمشي في امان الله. خبينا عليا شي حاجه؟ عرفتي شنو كنزه؟ غير قولي لها قولي لها راه بحال الوالده باش نيت تهنى، خليتكم هاد الساعه صافي غتمشي. باقي تابعيني بزاف تشغالات. ايوا صافي بلاتي نوصل لها. لا لا غير خليك، انا كنعرف الباب. الله يهنيكم هاد الساعه. اجي نعاود ديك اش حكات ليا عليها الفايقه. ويلي يا مامتي الحبيبه، دابا انت هكايا مرا بعقلك وكدي على كلام مي الفايقه. شتي هذيك المرا ملي كتكون ما كتعرفش شي حد كتبقى تهضر فيه. واش هي شافت الراجل جا حتى لعندها ومشات معاه؟ واش شتي هذاك الراجل اللي جا عندها ومشات معاه؟ وراه هو اللي صاوب ليها الوراق باش غتمشي للخارج. خارج؟ اي وقف معاه مسكين الله يعمرها دار. سبحان الله العظيم، شوفي الناس كيفاش كيتهموا عباد الله هكاك باطل. استغفر الله العظيم يا بنيتي، استغفر الله العظيم. ايوا شفتي؟ استغفر الله العظيم. قول لي يا ولدي. نعم الوالد. هذيك الخدامه ملي دبرتوا عليها؟ واحد السيده صاحبت سميه هي اللي دبرت عليها. يا وليدي ما فراسنا شاي، كون قلتي انا كنجمنا لك من البلاد. ايوا دابا الوالد الله عطا الله عطاه، وزيدون انا ذاك الوقت كنت محتاج في خدامه. واه انت محتاج كاع، راه كاينين بنيات مربيات يسمعوا الكلام
ماشي بحال هذيك مقزده. يا الوليد راه دوك الخدامات العربيه ما يعرفوش شغل المدينه، وزيدون راه كلهم مشاكل. وشنو هو الفرق ما بين شغل المدينه وشغل العربيه؟ واللي ديروا هذيك اللي ديروا هنا. يا صفيه الله يهديك، راه عندو الحق، راه ماشي بحال بحال. ايوا اصحاب لي انا بحال بحال. وفين مشات هي دابا؟ مشات لدارهم، لاننا حنا متفقين معها باش تمشي مع السبعه. السبعه؟ هي دابا هذه ما بقاتش خدامه، ولات موظفه. الوليد راه داكشي اللي كتعرف ما بقاش، هنا في المدينه راه الخدامات ولاو بحال الموظفات. ايوا حنين هذه خدامه روميه، ها؟ وهي اللي جات مع وليدي. وليا بعدا شحال تخلصوا؟ ب 40,000 ريال. العام؟ لا في الشهر. الشهر؟ انت واش حمات لبوك الشهر ياو؟ صهدتيني يا وليدي على رقبتي، راه صهدتيني. واش شاتل عليك فلوسك؟ سمعتي اش كيقول ولا؟ راه مسخ. 40,000 ريال، واش عرفتي شنو هي 40,000 ريال ولا ما عرفتيهاش؟ 40,000 ريال ابن مولاي راه تجيبك ربعه ديال الخدامات ويخدموا بالليل وبالنهار. الوليد الله يهديك، راه ما بقاش داكشي اللي كتعرف، راه هذاك وقت وهذا وقت. شتي الخدامات عند الناس راه ولاو موظفات بالماندا وبالعطله، وكاين اللي داير لهم حتى الضمان الاجتماعي. ضمان اجتماعي؟ والله سيدي لا تسطيتوا في عقلكم بالله. على هاد القبال مشيو نجمعوا كاع الدريات اللي عندنا في الدوار ونجيبوا لكم يخدموا هنا. نوض نوض نوض، عيط لسميه تجي تجلس معنا. نوض 40,000 ريال ويدي. سميه سميه. نعم. اجي تجلسي معنا. واخا نجيب غير الحلوه ونمشي. صباح الخير الشريف. صباح الخير. صباح الخير لالا. السلام، عاد جايه. شفتكم خارجين على الصباح، ياك ما غتنشري لنا فطور؟ فطور انا لا فطرنا، حنا خارجين نضربوا طويله هنا ونرجعوا. شي بحال كثير شاده 40,000 ريال عاد جايه تخدمي. ايوا شنو الشريف؟ بغيتي نجي مع الخمسه الصباح؟ انا ديما كنجي حتى السبعه. وزيدون فين خارجين على النبوري؟ الزناقي خاويين والحوانت مسدودين. وانتي مالك لالا، اش دخلك؟ شغلك ندخلو ولا نخرجو؟ هذاك الشيء شغلنا. ديها في سوق راسك بنيتي، ما تضحك فينا حنايا. ايوا الشريف انا غير هدرت معاكم، دبر راسكم. شوفي الله يرضي عليك، ما نطولوش الهضره، وجدي لنا الغدا ولا قولي تاوكو ما مخلصاش فيه. صافي الشريف غترجع تلقى الغدا موجود. لا ساعتين احنا راجعين. شوفي بنيتي الهنا ديالك طياب الزين بلاش، تنجي وغنطيب راسي بدراعي. يا القصه فاش بقات. ويلي مالو تيديروا معايا بحال هكا؟ كيما درت حرت نخرج الطرح بسلام. وجدي الفطور دغيا، حيت هادو كيبغيو يفطروا في الصباح بكري. شوفي وجدي لهم كاع داكشي اللي كيبغي. ويلي يا مدام سميه الله يجيبك على خير، فين هما؟ وراهم خرجوا على النبوري. ويلي فين مشاو؟ وشكون عرف؟ الله على راحها، الله يا ربي غنفطر على راحتي وبلا نقيت. عافاك وجدي الفطور مشي فيق حسن. صافي كلي عليا. صباح الخير سميه. صباح الخير، ياك لاباس؟ لا ما كاين حتى شي باس، غير وكان عجوزتك. مالها؟ كانت غادا في الطريق وضربتها الطوموبيل. ويلي اش وقع لها؟ عفاكم عيطوا لي السي حسن يمشي معايا، راه طايحه في الطريق. بالحق ما عندكملاش تخلعوا، راه ما عندهاش شي حاجه خطيره. وكيفاش طرا ليها؟ كنا غاديين قطعت الطريق بزربه ضربتها الطوموبيل. ويلي 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 طايفي راه. ويلي اصبح حسن حسن شي شي. لاباس اش كاين؟ حسن امك دارت قصيده. قصيده؟ اه على ما خرجات. خرجات وكنقول لها ما تخرجيش تنخرجكم انا. اوه ودابا فين هما؟ سي حسن نعم. ما عندكش تخلع، راه حنا جبنا لومبيلونس. غير سمعني الله يخليك. شوف ربي انا الخبر دغيا. ويلي ويلي صباح يا ويلي. الله يا سيدي يا ربي ما لقات فين من تجي غير فيكم انتم هاد الصباح. امي متي امي متي الحبيبه، هاي سوق الخبر عائلتهم غيبقى يجي واحد مور الاخر. ارى ما توكل وارى ما تشرب وارى ما تصرف. وما لقى انت ترى هاد الشيء غير في اخر الشهر، ملي تسالى التقضيه وتسالى المصروف وتسالى كل شيء. ايوا شتي كانوا جايين عوانين جلسوا واحد اليومين ولا ثلاث ايام، دابا على الاقل واحد ثلاث شهور هي القليله. والمهم ماشي مشكل، مكتب الله تيتصرف.
شوف اختي كنزة، انا بغيتك تعتقيني بصراحه. راني كنت مخبع شي فليسات لدوائر الزمان، ودابا ملي وقعت هذه المصيبه انا غادي نعطيهم لك وحاولي تقدي الامور على ما يدوز الامور بسلام. صافي صافي، ما يكون غير الخير، ربي غيدير غير تاوي الخير. يلا انا غادي نمشي نكمل الفطور. خويا اسلام هندرا كي بقات راه جات لومبيلونس وداوها للسبيطار. يا لطيف يا لطيف، ياك بعدا ماشي شي حاجه خطيره. هذاك السيد اللي في لومبيلونس قال لي بلي ما عندهاش شرس كبير غير جليها تشعرات. وما عرفتيش شكون اللي فوتير. واختي الناس كلهم كيشهدوا كيقولوا بلي مت حسن كانت قطعة الطريق بالزربه. ويلي 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 ويلي، نعم الله راجلها شنو دار ليهم سي علال. ماشي كان غينوضنا تما فضيحه كبيره، جاب الله انا اللي هدمتو. ما شاء الله صافي. يو سي حسن شتي يقول في هذا الشيء؟ سي حسن كان برد اعصابه، الراجل عارف شتي يدير. ايوا شتي. ايوا ودابا فين خليتهم؟ فين؟ راه مشاو معاه للسبيطار، وسي حسن راه طلبني باش نبلغ لكم هذا الخبر. خويا اسلام يعطيك الستر، تلحقوا لهذا الشيء لمدام سمية. انا غنمشي غنسخر ونجي. واخا الله يا ربي الله، رجلي عطياني صداع، هادي عوينه خرجت فيا ولدي. الواليده راه حتى نتوما زربتي وخرجتي بوحدكم، انا كنقول لكم ما تخرجوش تنخرجوا جميع. ما ايه ولكن واش حنا كنا معولين هادشي غيطرا؟ ايه دابا اش نقول لك؟ نبكى مول الميت غير خساره، ما عندنا ما ندير. كون ساحفتيني اوليدي كون خليتيني نمشي لمحالي، حتى الا مت نموت تما في داري اوليدي. الواليده الواليده شنو هاد الهضره كتقول يا الواليده؟ وراك سمعتي اش قال لك الطبيب؟ قال لك خصك لابد ما ترجعي عنده. المهم الواليد ما تخليهاش عافاك تحرق رجليها. انا ولدي والله بغيت ندير بريك نديوها للبلاد ونديروا لها الجبيره عند واحد السيد صاحبي. الواليد الله يهديك، واش هاد الجبار هذا غيدير لها احسن من هاد الشيء اللي دار لها الطبيب؟ لا وليدي هذا يدو زينه، غير هي باقا كتحرقني يا وليدي. معلوم تحرق، راه معلوم تحرق قال الواليده، راه داوها لك الطبيب. واه اصفيا اصفيا الله يهديك، كوني تسمعي الكلام. واش حنا اش تنديروا هنا؟ تنقلبوا على مصلحتك وليدي. انت يا الواليده شوفي دابا عافاك الله يخليك، ما تحركيش رجلك. واخ وشربي الدواء كي قال لك الطبيب. وعندك الله يخليك الواليد، انا غنمشي نجيب سميه ونجي. سلام عليك. الله يرضي عليك وليدي، الله يرضي عليك. سلام الوالده الساعه. اي سي حسن. نعم. كيف بقات الوالده شويه؟ يا الحمد لله على كل حال شويه. شوف الله يخليك تهلاي فيها شويه وما تخليهاش تحرك رجليها بزاف. ولي سي حسن كون هاني راه بحال الوالده ديالي، قول لي واش غتبقى بحال هكا بزاف؟ على الاقل واحد ثلاثه ديال الاسابيع بدون ما تشوف الطبيب. المهم سلام. سلام. شوف الله يرحم والديك اللي مازال الله يفيها. كون هاني صحيح. الله يخليك بارك الله فيك. تخوا سومان ولا لا؟ يا رب ترزقني الصبر. اويلي غير بشويه، والصوت كاينه وانتم كتفرعوا في الباب. فين هي امي؟ فين هي امي مسكينه الحبيبه؟ فين هي؟ تيقول لي شو وقع لامي؟ فين هي؟ سيري عندها راه لداخل. فين؟ الله يا ربي الله على امي تحليتي. اويلي هادي لا سوغ سي حسن. نو سي با بوسيبل. السعدية هادي الله يا ربي غير تحشو لي ركابي معاها. اختي وصلات؟ هيا جات دابا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، دايرة بحال الزواق. كانت جنبي واقفة، أنا كنخلص من الطاكسي اللي حدايا، جيت نقلب هنا هنا ما عرفتهاش واش طارت ولا بلعت على الأرض. هانتي فريفرة. نسيت الساك ديالها، سمحي لي عافاك. حسن عوانكم، تيفع الله أمي، أنت تيفع الله، تيفع الله أمي، تيفع الله. أي 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 وليدي. أمي كيف بقيتي؟ شوية وليدي، شوية شوية. الله يا حنينتي الله، الله يا حنينتي، عرفتي يا أمي؟ عا قالها لي خويا البارح ما كرهتش كون لقيت نطر ونجي عندك بالخف. هي أمي ما وقع لي والو. رجلي حي انا امتي، انت رجليك مقصعه وكتقولي لا باس عليك. ما تقوليش لي، ما تقوليش لي امتي، ما تقوليش لي امي. لا شويه شويه. لا 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 ساليتي ولا باقي؟ مالنا على ظهرك كله؟ مالنا ياك لاباس؟ اش واقع؟ صافي المرات قصحات في رجليها شويه صافي، شافها الطبيب قال لها ترتاح شويه غتبرى. الله الله يا ربي الله، امي مسكينه جات ترتاح ساعه دارت قصيده. ما كان عندنا والو، بخير فرحانين نشطين، غير العينين ديالك الخدامه الملحوسه الله يحفظ ملي خرجوا فيها. الوليد لعن الشيطان، هادشي راه مكتب،
ونطلبوا من الله سبحانه وتعالى يحد الباس. سعدية. نعم أمويتي. قولي يا بنيت. نعم. وصيتي خديجة جارتنا تحدي داك الفريجة تنعيجة تنعقبو. تعاكوني هاني رانا وصيصة. اي وصف ابني. الوليدة واش هذا وقت الدجاج ولا النعاج؟ دير غير في صحتك. سعدية قولي انت شتك ما جبتي ماك تفريريج؟ الوليد واش حنا نحتاجو نجيبو الفروج من العروبية؟ راه كلشي كاين هنا في المدينة وزيدون الخدامة راه غتوجد لكم اللي بغيتي. المهم انا غنمشي للخدمة. وسير اودي الله يعاونك. اختك سعدية غتقابلنا. اسمح لينا وليدي محناك معانا مويت. المهم اش كتقولي؟ هادي راه دارك وزيدون تيديها في حاجة واحدة ما تحركيش رجليك كي قال لك الطبيب. هاي هاي كدرني كدرني صافي وليدي كل هاني كل هاني وخلي لك الراحة الوليد. كدرني وليدي. سعدية. نعم ابا. نوضي جيبي المكمتب. رانا جايبة ليك شي ملاوي صايبتهم لك هاد الصباح راهو مازال سخان. ايوا نجيبهم لك. واه انا ما باغاش ناكل امي. عافاك امي عافاك. وانت ما فيهاش جوع راني مريضه. يا امي اش جاي منك؟ سير انا نجيبهم لك انا ناكلهم يلا تقعدي. اما تجيبيهمش كاملين خلي المرت خوك حتى شنتوفه. مرات خوها ما تخليهاش. لا ما تخليهاش راه عندها الخدامه ديالها اللي تصايب لها داكشي اللي بغات. خدامه ديك المونيكا. ايوا الله يعطيها الدل ما فيها حتى شويه ديال الصواب. احلت عليا الباب وبدات كتخنزر فيا بلا حشمه بلا حيا. كشتي يا بنيتي هذيك شحال قبيحه. قبيحه نتوما خليوها لي انا ندبر معاها والله حتى نعرف ليها. ايوا مزيان تبارك الله. ها هي شوفي يا بنيتي انت ما بغينا نزدع مع خوك هنايا. ها هي وليني الا مشات حتى تجبدني اراك الفراجه. ايوا مشي شوفها شنو كتوجد في ديك الكوزينه. ها هي راني مريضه. أغني وأقول للطير اختي عافاك بغيتي نوجد لك شي حاجة. تشوف أخيتي اللي بغيتو غنقلب عليه. لا لا يمكن وقع واحد الخطأ. شتي دابا أنا خدامة في هاد الدار باش نوجد لك هذاك الشي اللي بغيتي. وانتي دخل الشبوقات هادي رانا بصحتي وبيدي وبرجلي وما نحتاجكش انتي تجي تعطيني ولا تجيبي ليا. وزيدون تي هادي راه دار خويا لا ندير فيها اللي بغيت. كتسمعي ولا لا؟ بيان سور بيان سور كو دار خوك وديري فيها اللي بغيتي. شكون اللي منعك؟ ويلي على الثلاجه كمكحطه وناشفه. نتوما قول ليا واش ما عايشينش في هاد الدار؟ المهم ديري هاد التفاحه بعدا واجي بعدا اومو خدي معك واحد الطبسل ديريها فيه والموس وشي سيرفيات باش تمسحي يديها. ايا هاك انت. وعلاش اخيتي تيقولوك حنا غناكلو الدلاح ولا البطيخ؟ تي هادي عاد تفاحه عاد تفاحه عاد تفاحه. سي با بوسيبل. ويلي سي با بوسيبل. بنيتي زوينه وكتهضر بديك الطريقه. انا عمري ما شفتها. كنزه وي مالك اختي ياك لاباس كتهضري بوحدك ماشي عادتك. ولي يا مدام سميه انت راه كاع ما شتي هذيك الهمجيه ديال السعديه. ما كتحشم ما كتضحيا. باقي ما شتي والو عاد غتوريك حنا تيديها. لا لا انا ما بيني وبينها غير الخير والاحسان. غادي نقولها لخوها هذيك راجله خا ما كتحشم من حد. توا عاد قولي ليا فين هاد الخا توا بغا يوجد سالوها وانتي فيها الجوع. هيا عاوتاني بدات تلقى داك مولاي الحلق ديالها. واخا احنا دابا غنحطوا الماكله. صافي صافي بلا ما تجاوبيها خليها تقعد تنبح. ويلي وحدي انتوما من الصباح مجمعات على هاد القويميله. احنا في العروبيه في الكانون غير بجوج العواد تيطيبوها. ايه في العروبيه اما الا لا هادي راها المدينه. حنا حتى كنقضيو شغالات الدار كنسيقو وتنجفو وتنخملو وتنمسحو عاد كنطيبو الغدا. ويلا ما بغيناش كنشريو غير لي ساندويتش من فوق. هكي لي هكا وعلى الخدمه ديال المعاكيز. حنا في الخمسة كنبداو وفي ال11 كناكلوها. عرفتي خليك مع ساندويتش ديالك. واش تعلا خفيفه؟ لا 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 قلتيها ليا. ها ويلي صعيبه بزاف. شوفي انا نقولها لك من دابا انا اللي مجرباها غير تقول لك شي كلمه عطيها. ويلي يحسن عوالنا كيفاش غادي ندوزو معاهم هاد 3 ديال السيمانات. البنت عافيه نار ما يعاش حتى شي واحد. داسر اكثر من القياس بالحق. خوها اللي كيفهم ليها مني يجي قوليها له. بيان سور غادي نقولها له. يلا انا غادي نمشي.
نبشرك خالتي ام هاني وجدت الوريقات كاملين ومن دابا يومين ان شاء الله غادي نمشي. وهنيه لك بنيتي اللي خرجوا لك الوريقات ديالك. ربي يخليك خالتي ام هاني. غادي تبقى بلاصتك خاويه. غنتوحشوك بنيتي. حتى انا غنتوحشكم والله اللي عالم. عرفتي خويتك كنزه تجلس اللي تجلسوا تلقى راسك كتهضر عليك. ها بالخير. ها هي جات والله الا الليله دابا عاد جاب دينك عمرك طويل. سالي سبقتيني العفريته. لقيتيها عاد جات. باركي ليها ردي عليك بنيتي. باركي ليها. ويلي خرجوا لك البابي. خرجوا ليا وجيت غير باش نسلم عليكم. ايوا هانتي لالا تستاهلي كل خير. ايوا عندك تنساينا. ديما هذاك المونطون اللي عطيتك قدك ولا لا؟ قدوني الحبيبه ودبرت من جهه اخرى. ايوا الحمد لله. عيط لنا يا اختي غير في التليفون مره مره يعطيك السر. هذا نعيط لكم دائما وغنصيفط لكم كادو مع شي حد الا كان جاي. هكا يكونوا بنات الناس والا فلا. ونزيدك هضرت لك لالا مع شي حد على واحد الكونترا. سي فغي معلوم يا ربي. واحد السيد مغربي عايش في الخارج. ايوا على ربي. الله يا بنيتي الله وديري فيا هذا الخير ما عمرني نزالك. ربي وحده هو اللي غادي يجازيك. ويلي يا خالتي ام هاني احنا بيناتنا هذا الشيء راه خيركم صابط فيا. وراه ما يدير فيك هذا الخير بنيتي غير اللي كيبغيك. الله يديك على خير ويشبك على خير. امين يا حبيبه. تسافري بسلامه بنيتي طريق السلامه. ربي يخليكم ليا. خويا شت الخدامه كاع ما بانت اليوم. لحد كاع ما كتجي نهار هاد الراحه. الراحه ويلي وحدي يا خويا نتوما عاد تلقوني عليها وتشوفوا الا ما بقات تجي نهار الحد ها وجهي ها وجه لكم. شوفي انت يا بعدي من البنت اش بينكم وبينها؟ واش غتهنينا ولا ما تهنيناش؟ دير في راسك شويه. نتوما عاد قولوا لي دابا اش قال لها راسها زعما تخدم وقت ما بغات وتقعد وقت ما بغات. ايوا مزيان تبارك الله. ايوا هانتوما هاي بدات كتحرك رجلها شويه. الحمد لله اميتي الحمد لله على سلامتك. على سلامتك. على سلامتك الوالد. الحمد لله الحمد لله. سيدي تعب شويه عليك. لا تنحي القرفاجتي. اي بشوي اي اي شدي فيا وطيح قاعدين بنيت. اي 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 شويه بنيتي شويه حاشاك عزك الله حاشاك بنيتي. امي انت وكيف بقات الرجيله شويه؟ الحمد لله الحمد لله سيدي ربي الحمد لله. فكرتيني نرى شويه ونشوف حالنا. شوف الوالد تسنى شويه غير حتى نعرفوا الطبيب شنو غيقول على الوالده. اجي قول لي هذاك مول الطوموبيل شنو درتي معاه؟ الوالد الفلطه راه من الوالده لان هي اللي ما مشاتش في خطوط البويض. تبارك الله عام ما مشاتش في خطوط البويض نخول ما على كرشنا حنا. يا نخليو حقنا حنا يضيع ولا ولكن لا الفلطه ديالك ماشي ديال مول الطوموبيل. وي شوف اخويا يعني عوري لي داك مول الطوموبيل وكحز ليه يعني ندبر معاه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يا هاد البنت مالك خفيفه مالك ستاري من المقلب على القليه ودير فوق راسك. شوف الزهر كيعوج. كنا صافي جاب الله هذاك السيد نشريو به هي مات. مامي السعوديه اللي عطيني بحال قلوج الماء غنسخف. واخا امي انت هي الاولى. شكون هاد؟ نتوما عاد بلاتي هلالي عاد تحطوا يديكم على هاد السرسل باغا تبغوا تحبسوا. سالية صباح الخير. تعب بلاتي عاب بلاتي علاش ما كنتيش نهار الحد؟ نهار الحد راه ما كنخدمش راسي لو جور دو مون روبو. بغيت نقول لك زعما نهار الحد راه هو النهار اللي تنجلس فيه. هكي لي هكا وا والسيبه هادي الخدامات ولاو كيرتاحوا مزيان. الا مزيان الله يخليك اختي السعديه هاد الهضره راه خص خوك اللي يقولها ليا ماشي انتيا. انتي عاب بلاتي دوي معايا. مالناش كاين مال على هاد الصداع سي حسن. نعم. واش اختك كتحس معايا نهار الحد اللي تنجلس فيه؟ شكي عليه شكي عليه. تي خويا راه كيحشم راه ما يعرفش يدوي معاك في هادشي. وزايدون راه خاصك تخدمي السيمانه كلها بالليل وبالنهار. ساديه الله يهديك. سي حسن ما ديرهاش من نقل الصواب ولكن كل اختك تدخل سوق راسها. ندخل سوق راسي انا دابا فضوليه اجي. وهادي ما كتحبش خليني نرجع.
صافي الله يسامح. يلا سيري لكوزينتك. ياك دابا انا اللي جبتك. ايوا مزيان تبارك الله. صافي سكتي على الصداع. اش كاين؟ اش كاين؟ والو غير بنتك ضربت مع الخدامه وما يدابسو. صافي الله يخليك قاضي علينا من هذا الشيء. ولا عندك شي شغل سيري ديريه. ماشي شغلي مالي خدامه عندك. هاي 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 ولي الناس صليبه مع راساتك. صليبه مزيان تبارك الله. تقولي بنتي صليبه قدامي وهذه ولات هذا ولا هذا عندكم ها. ولكن لا لا نستاهلوا احنا اللي جاي عندك. شوف عمي الحاج انا ما هضرتش معاكم نتوما، هضرت معاها هي حيت نوضى لنا الصداع من نبوري. الواليد الله يهديك الله يهديك الواليد. وزيد الله راه خصني اللي ظالمه. ياك اخويا دابا انا اللي وليت ظالمه ماشي حشومه عليك. وانت با ما بقى لهم يجي غير الخدامه. مزيان تبارك الله بقيتي على خاطرك وليتي دابا معاه ما بقيتيش معنا حنا. اش هادشي كنسمع ها؟ يا كبتي يا سوميه وليتي تجري عندنا محل ولدي ها؟ شوفي نقول لك نهار ما تلقينا في هاد الخربه جيو شميلي هن ما جيو شميلي شن. كتسمعي؟ شوف لالا هادي دار ولدك ومازال دار ولدك. دار ولدي؟ تينا ولد عندي انا نجي هنا ودار ولدي ما عنديش. الواليد ما عندي ولد حيد عليك. انا مزاوم فيك الله. حيد عليك الواليد الله يخليك. صافي حيد عليك. الواليد راه واش من واليد اش من واليد خليتي فيها انت شي واليد ها؟ مزيانه الحاله دابا اللي درتي لنا ها؟ لا 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 جمعوا لي قالك القشاوش ديالكم الا نتقعدوا. قلتي لا لا الله يخلف عليك الله يجازيكم بخير. ما عندنا ما نديرو سير وصلهم دابا ومني يجي وقت الطبيب عاوتاني سير جيبهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنسان ما كيعرفش المشاكل اللي كتنزل عليه. ما عندك ما دير يا بنيتي. الحمد لله اللي خرجت بخير. هو ما عطاكم اتساع. ويلي يا أمي الحبيبة كون شتي هذيك أختو كي دايرة. نار عافية جهنم الكحلة ولا هي. وياك أنت مالين الدار مزيانين معاك. عندي ما نقول الله يعمرها دار. كون شتي خوها اش دار ليها دار فيها ومراتو حتى هي وزيدو راه اليوم داهم البلاد. الحمد لله. نوضي بنيتي وجدي ليا شي شويه ديال الدشيشه بالحليب. واخا ما كديت ناكل والو هاد النهار. عظامهم مرخيين عليا حتى الجاره ما كديتش نمشي عندها. مكتيتش النوط ومانتي؟ ياك ما تزاد عليك الحال؟ شوية كنحس بضلوعي مدكدكين عليا. شوفي إلا كنتي حاسة براسك ماشي هو هذاك مشيو عند الطبيب هو اللي غادي يعرف اش عندك. لا بنيتي أنا ما مالوكاش كاع حتى لهاد الدرجة. شوفي وكان لا لا حالتك ما عجبانيش وزيدون كتبقي النهار كله بوحدك. من هنا الغدا الا ما فاتنيش الحال ديك الساعه تينا عند الطبيب. تهلا يا منتي في راسك ودعي معايا واخا انا غادي نمشي نوجد لك داكشي اللي بغيتي. سير الله يرضي عليك يا ربي الله يرضي عليك. المشاكل عندك الحق وراه قالوا الكرش كتولد الدباغ والدباغ. اهلا ديك قلتي السعديه كي دايره شنو قالوا لك فاش وصلتيهم؟ اش عندهم ما يقولوا هما في الصراحه مشاو مقلقين. ما عندهم علاش يتقلقوا حنا ما جريناش عليهم حنا هضرنا غير مع السعديه وهما غضبوا مشاو بحالهم. كل شيء من ديك قلتي السعديه شحال قبيحه في الحقيقة كما نوضتش صداع مع كنزة وكراه مزاني قاسم ونسينا عوتو ما راهو معيو وكتعرفيهم راه ما كيقدروش يجلسوا هنا اكثر من 3 ايام. واخا هكاك حنا كنا باغي الوالده تجلس وتهلاو فيها وديوها عند الطبيب وان شاء الله ملي تبرعات تمشي بحالها. لا سميه
الله يهديك، راه الحمد لله اللي خرج القضيه هكا. اجي كون ضربات البنت ونزلت عليها بشي حاجه للراس، فين غنوليو؟ احنا في السبيطار، احنا في الكوميساريه. في الحق بصح، الحمد لله اللي دازت الامور بسلام، ولكن واخا هكاك هدوز واحد اليومين ولا ثلاث ايام نمشيو نشوفوهم، نحاولوا نصلحوا الامور. عندك الحق، داكشي اللي غادي ندير. انما سمي عندي واحد الاقتراح، في العشيه ان شاء الله غادي نخرجوا نفوجوا شويه، غير نساو هاد الهم. الا درتي لي هذه غادي ندير لك شابو. واش غنخسر ولا لا؟ ما عندي ما نخسر، راحتنا هي الاولى. ديزولي بوغ لو ديرونجمون، ما غير بغيت نقول لكم الماكله راه موجوده. ميرسي. كنزه. وي. الله يخليك ولا جا على خاطرك. غنخرج انا ومدام هاد العشيه هادي. وان شاء الله غنرجعوا قبل ما تمشي انت. عندو الحق، راه نسيت ما قلتلكش بلي غنخرج هاد النهار في العشيه. لا لا ما كاين حتى شي مشكل، غير كوم فو سافي جو باغ ساتوغ. الوالده عندي عيانه شويه وخصني نمشي نشوفها. وما يكون عندها باس، غير هي تيخي بيا اننا غنكونوا هنا ان شاء الله وباذن الله قبل من السبعه. بصح وراحه. كنت تحتاج شي حاجه منين نخرجوا برا؟ لا لا ميرسي بارك الله فيك. يلا الماكله قبل ما تبرد. واخا لا لا. بون ابيتي. شحال هذه ما خرجناش مول هواد البحر. على حنا سالينا هادي لهادي، حتى الكونجي ديالنا ما استغليناش كي بغينا. صراحة سمية حنا ما مدناش بحياتنا، راه عايشين غير في الروتين. اها انا ديما كنقول لك هادشي، انت اللي ما كتنتبهلوش. شحال يا سيدي يا ربي وليدو فين مشاو خلوني هنايا. الله يهديك، بلا بلا ديرو موجودين، بلا فيغ موجودين. وانت تشوفي كل شيء على عينيك، راه من هادي لهادي، من الكريدي ديال العرس، الكريدي ديال التأتيت، وحنا دابا غنبداو الكريدي ديال الدار اللي غنشريو. إيوا شنو نبقاو الكريدي الكريدي، نساو حياتنا، ما نفكروش شوية في الوليدات. هادي عندك فيها الحق، هي فكرة مزيانة، وخصنا نفكروا فيها. إيوا دابا البنت هي عندنا، وعلى حسب ما كيبان البنت معقولة، نفكروا في الوليدات باش يعمروا علينا شوية الدار. يا عمر عليك الدار، يا بغيتي تزرب عليه بداو الوليدات. شوف انا غنتفق معك، انما قد يكون وليد واحد. جويلات بني تا وليد. ولا لا نكبروا الاول ونشوفوا الثاني، هذا بشرط الا بقات معنا الخدامه. وين تما انت شحال متشائم. يلا يلا نمشيو شويه حدا البحر يلا. ولي نشوف يتسرى وسمحوا فيا هنايا. يا سيدي غادي نتعكى على امي اللي غادي تدخل عليا. كنزه خاصهم يجيو. يا ربي جو خلاص. الله تبرعتي شويه. الحمد لله. شتي الحمد لله بلادنا شحال زوينه. اللهم لك الحمد. ما يسد يا ربي تعطلو، شو ندير؟ كنزة كنزة كنزة. ما فيها ما تسنى شويه هاد النهار. لا لا عافاك عافاك الله يستر وعدتها غادي الله يعطيك السر وعدتها غنرجع بكري. يلا يلا اوف عاد ولا مش طراجي شنو غندير
قول لي اخو عبد السلام. نعم. ما كتعرفش شي حد خصو شي خدام شي فور ولا عساس ولا جارديني ولا فاش ما كان؟ خوك راه الحركه بيت هاد الايام والو. الساعه خويا ما في باليش بالحق. لا خويا عبد السلام انا مزوكه فيك. قلت لاباس ماما غير تخي مالاد. السي حسن ومراته خرجوا داو لك لي معاهم وتعطلوا عليا. ما ديرش فيا واحد الخير. نديرو اختي الله يعطيك الصحه. بالضر راني زدحتو غير وكان لك لي باش نسد رداوهم. رد البال. شوفي من هاد الناحيه غير نحسن لاجم بالراحه. سيرتو بلاي دابا نوصيك ما يكون بس عند الوالده. الله يوريك بس اخويا عبد السلام. مالها اش واقع؟ هادي غير شي بنت خدامه عند شي ناس اللي في بارطمان 7 تعطلوا عليها وما خلاو لها السوارت. مسكينه بغات تمشي بحالها. اجي قول لي انت قبيله كتقول لي ندبر عليك ما ندبر عليك على هذيك الخدمه ديالك ما بقيتيش فيها. اخويا دوك الناس اللي كنت خدام عندهم سافروا لمدينه اخرى وبقينا جالسين. اسي ترجع للبلاد وشمر على كتافك راه الخدمه تما صاحبي موجوده. كضحك عليا اخويا عبد السلام ياك. ايوا ضحك مع راساتك. واولاد البلاد قاعد دخلوا للمدينه وكتقول لي انا نرجع. اش غنرجع ندير تم غير قول. ها ما كنضمنش اخويا بالحق. الا بان لي شي حد خاصو شي خدام نلاقيك به. واخا خا الله يرحم والديك. جابك الله عبد السلام الله يرضي عليك. الا ما عتقني بالبوطه راه دارتها بينا والضياف عندنا. هي الاولى امي كلثوم بالحق. راني غادي نجيبها لك من عند مول الحانوت اللي في الشارع الاخر حيت البيسري اللي تحت منا مازال ما جابوهمش. جيبها لي منين ما كان غير سربيني الله يرضي عليك. دابا تكون عندك عبد القادر. استني هنا نراجع. سير سير. تعطلتي تخليت لي صافي صافي. انا غادي نعاود لك شوقه شي غنبدل الحوايج. سلام. تعبت سرق. ما يمكنش. واش خلبتي مزيان؟ قلبت. وفين هي كنزة؟ ما نعرفش. كنزة كنزة عسلام كنزة فين مشات؟ انا السي حسن اش حب الخاطر. دارنا تسرقات. كيفاش داركم تسرقات؟ كيف كتسمع؟ قولي عسلام ملي كانت خارجه خدامه شفتيها؟ هي شفتها ملي كانت غاده وعلمتني ووصلتني باش نرد البال للدار. صافي هي اللي زرقاتنا. دابا عاد قلتي علمتك باش ترد بالك على الدار. ايه دابا بغيتي تقصدي بلي انا اللي دخلت و حرام عليك يا لاله سميه حرام عليك. وزيدون انا راني مشيت نبدل البطل من كلثوم وعاد رجعت وعندي شهود على هذا الكلام اللي تنقول. دابا عبد السلام قول لي ملي كانت خارجه واش كانت هزه شي حاجه في يديها؟ ايوا ساكها كيف العاده. ها اللي قلنا هادشي راه باه واضح وباين هي مولات هاد المصيبه اللي تعالى. ما يمكن لهاش تسرقنا شحال من نوبه بقات بوحدها وما سرقتناش. لانها شيطانه تحايلت علينا تا وجدات وخلاتنا خرجنا وجمعات كلشي وزادت. ما غاديش تقنعني شي حد اخر سرق الدار ماشي هي. غنبقاو فكرني ما تقنعنيش تقنعني ما تقنعنيش. راه خصنا نبدلو قبل ما تفرد القضيه. اش غنعملو؟ نمشي للبوليس اختي. واش نبقى واقف نمشي نعلم البوليس باش يعرفوا شكون اللي سرق؟ ويلا اش كتسنى؟ وانا نمشي نقلب واش سرقت شي حاجه اخرى. وقضيه اخرى هذه السي حسن. ايوا هذا مكتب الله. تفضل. قول لي السي حسن. نعم. واش ما كان معكم حتى واحد هاد الايامات في الدار من غير الخدامه ياك؟ لا كانوا الوالدين ديالي واختي عديتهم للبلاد. قول لي لاله. نعم سيدي. الخدامه
واش كتعرف فين كتحطوا الذهب؟ لا سيدي ما كتعرفش، ولكن ملي كدوز الشغل راه كتخمل الدار كامله. وانتوما ما كتشكوش فيها؟ لا سيدي لا، ما كنشكش في الخدام. وشنو اللي خليك انك ما تشكش؟ اولا لانها فاش جات ورتنا الدار فين ساكنه، وزيدون كان بغات تسرقنا وكسرقتنا شحال هادي. لا سيدي بصراحه في هذا الزمان ما كاين فيه من التاريخ والله اعلم. سي حسن. نعم سيدي. الله يخليك، عيط لي على داك الكونسيرج اللي عندكم في العماره. واخا. وريني انا لا الذهب اللي تسرق. واخا سيدي اجي معايا. قول لي لالا الكونسيرج ما عمره باش عندك الدار؟ لا كيجي كيجي بدنا البوطه اولا الا كان شي ثقل كيهزو. ها انت سيدي هنا فين كان الذهب ديالي؟ واش عمره عاونك في شي مناسبه؟ فشرح لنا النوبه الاولى لهنا. ها هو الكونسيرج. انت هو الكونسيرج؟ يا سيدي. واش عارف اش وقع لهاد الناس؟ يا سيدي راه عيطوا ليا وحكاو لي شنو وقع. واش كتقولنا انت في هاد الهضره؟ والله سيدي الواحد ما يعرفش فين يشك. عنده الحق، الانسان ما يعرفش فين يشك. قالوا لي مالي الدار بلي الخدامه قالت لك صرت البال للدار. فهاد الوقيته ما مشيتي فين؟ مشيت نبدل البوطه لمكلتوم و... وعندي الشهود على هاد الكلام اللي تنقول. شكون هما هاد الشهود اللي عندك؟ البقاله اللي جبت عنده البوطه والمراه اللي ركبت لها البوطه بيدي. لا كارت ناسيونال ديالك. ايوا خاصتي. هاي نمسدي. المهم البطاقه غتبقى عندنا، وغدا ان شاء الله ملي يجي الخدامه اجيو عندنا الكوميساريه. واحد دقيقه سي محمد. ومصيبه هادي فاش طحنا هاد النهار. فين كنت يا صاحبي من الصباح وانا تنقلب عليك؟ خلط عليك الحانوت وما لقيتكش. منين نزتي انت؟ راه كارثه كبيره طرات غير دابا ياك. لاباس اش واقع؟ الناس اللي خدامه عندهم البنت اللي وصاتني. اه مالهم؟ قال لك دخل عندهم شي حد للدار وسرق ليهم الدار ديالهم. وعيلي. ودابا راهم شاكين في الخدامه حيت مشات وخلاص الدار محلوله. ما لاحظتي والو؟ واش كانت هزه شي حاجه في يديها ولا لا؟ واش في يديها بزطام؟ هذاك بزطام ها صاحبي. والله هذيك حتى نتايا، حتى هذه خدامه اللي تخلي باب الناس محلوله وتخرج. الله يهديك. راه وصاتني نقبل الدار. وصاتني. وصاتك؟ قبيله ملي مشيت نجيب البوطه. اه. ما بالك حتى شي حد براني دخل العماره. لا خويا ما شت حد. وهو هذا خو عبد السلام، عندك تنساني من بالك. السلام عليكم في الساعة. عزلان صباح الخير. صباح الخير. جابك الله. بغيت نقول شي حاجة وقعت البارح. ياك لاباس. غير مالي نضالي انت خدامه عندهم؟ مالهم؟ البارح فاش خرجتي انت وشي تجيب حالاتك راه رجعوا لقاو دارهم تسرقات. اويا لا تسرقات؟ هي لالا وراهم عيطوا للبوليس. يا لطيف. وعيطوا لي لالا انا وداروا معايا لونكيت. ويلي 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 وشكون اللي غيكون سرقها؟ وشكون اللي عرف اختي؟ ياك اخويا عبد السلام ياك غادي غير ملي كنت غدا وصيتك وقلت لك حكا دار ماليها. راني رديت لولها وزيدون والله ما دخل شي حد براني للعماره. اش بلا ما دخل شي حد براني. حيد حيد خليني نشوف اش وقع. هيا جد مدام سمية اشنو هادشي اللي سمعت فوق العمارة؟ تبارك الله عليك. لالا ما عندي ما نسالك، هذه هي الثقة اللي عاملين فيك. هي سي حسن ولكن امي راه مريضة ومشيت نشوفها وزيدو راني وصلت الكونسييرج. والحماق هذا يا عباد الله تسطي وخرج العقل. انا غير بغيت نعرف واش خلينا كنتي هنا في الدار ولا خلينا الكونسييرج. وزيدو زعما راه غناك زوقنا فيك قلنا لك عفاك ما تخرجيش حتى نجيو انا. وي تو تافي مي موا جو بو با ديباسي 7 اور وزيدو الامي راه مريضه وراك عارف. شوفي الله يخليك ما كانش عندك الحق تخرجي من الدار وسارت ما عندكش. يا لاله سميه راني ملي هبطت لقيت الكونسيرج عبد السلام واقف هو واحد السيد طلبت منه الاذن قال لي غير سيري كوني هانيه. وزيدو راكم كتعرفوا هو ما تعرفوني انا. سيد حلي الباب ما كنهضرش معك عفاك. سيد حلي بابك. السلام سي حسن. نعم سيدي. غادي نمشيو عند البوليس ولا لا؟ اجي. واش هذاك السيد اللي خاطر توقف معاك كتعرفو ولا لا؟ اه مالو؟ اجي انت واش كاين واقف معاك واحد السيد وما قلتيهاش للبوليس؟ نسيت السي حسن والله العظيم مشات لي على بالي. وزيدون هذاك راه بقى واقف معايا حتى بدلت البوطه لام كلثوم. خليني نعرفك من البوطه ولا ام كلثوم ولا سمعان دابا كيتعرفوا. الله اودي السي حسن هذاك راه من البلاد عندنا. شو الله يخليك كتعرف فين ساكن؟ معلوم كنعرفو فين ساكن ديما تنمشي عندو للدار. هاجي وفاش مشيتي تبدل البوطه للمراه واش مشى معاك ولا لا؟
لا مشيت بوحدي هو بقى وقف باب العماره. هادشي كله عسلام كاين وما قلتيهاش للبوليس. شوفوا الله يخليكم دابا بلا ما نضيعوا الوقت يلا نمشيو عند البوليس يجيبوا داك السيد ويسلطقوه. يلا 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 هذا هو عبد القادر. يا سيدي هو هذا. انت البارح مع هاد السيد في الباب العماره؟ يا سيدي وعلاش؟ فين هو الذهب اللي خديتي للمراه من الدار؟ انا والله الشاف ما شي ذهب بالله العظيم. اثبت راه كنهضر معك السي. والله الشاف ما شي حاجه ما تحركناش انا وعبد السلام البارح من بلاصتنا ياك اخو عبد السلام. جاوب السي كيهضر معاك. والله الشاف ما شي حاجه بالله العظيم. واش انا كنقول لك جيب الذهب ديال المراه وانت كتعوج عليا واش غنبقى